الله إن شاء الله. إن شاء الله. الصورة اللي بعدها الصديق المقرب إليك واللي التقيته قبل يومين بكر خالد، مدى العلاقة اللي تجمعك بالفنان والإعلامي بكر خالد؟ أنا شفت بكر ما أعرفه أمانة ولا ملتقي به، طلع في مسلسل حيرة، أنا استغربت اختياره، قلت كيف يختارون شخص احنا ما شايفين يمثل سابقا، وإذا أصيب أنا بالصدمة الكبيرة. فعلا أنا أشاهد فنان كبير، فنان يمتلك مواصفات جميلة، موهوب بشكل يذهلك. أكو مشاهد إله أنا أقول يعني هذا كذب علينا، هذا يمكن كان يمثل بالخفاء وهسه طلعنا. شنو تتوقع له؟ أتوقع له أنه يكون له اسم بالساحة العربية خلال السنوات المقبلة إن شاء الله. إن شاء الله. تحياتنا للمبدع بكر خالد. أكيد تحياتنا. شوف